قوي الإرادة، قوي النفس، سامح العزيمة. مارست مهنة التربية والتكوين، وأديت واجبك فيها بتمثل نبيل للمهنة القدسية للإسلام. ربيت أجيالا في مجال اشتغالك، حيث كنت دائما سندا للفقراء والمستضعفين. لم تؤثر الانجذاب إلى جاه أو سلطة، ولم تكن وراء مصالح ومغاني. فيحق لنا اليوم أن نودعك، ونحن على يقين تام بأن أثرك لن يتوقف، وستبقى كما قال الشاعر: وأحسن الحالات حالة امرئ يطيب بعد الممات ذكره. فنسأل الله تعالى أن يملاك بالرحمة والمغفرة، ويسكنك فسيح الجنان، ويبارك في أهلك وذويك وأصدقائك ومعاشرك. ولا شك أنك لم تعلم دعواتي على امتداد تراب الوطن، لأن ما أسليته من أقدار لا يمكن أن يؤثرها إلا شاهد. وشكرا لك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. معاشر المسلمين، عملا بقول النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، وسيرا على سنته الشريفة في دفن الموتى، أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف بين أصحابه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التسجيل، فإنه الآن يسأل وأخونا المنتقل إلى عفو الله فهو على باب السؤال. وأحوج ما يحتاج الآن إلى دعوات هؤلاء المؤمنين. ونرفع أكف الضراعة إلى الله العلي القدير أن يرحمه برحمة واسعة. اللهم يا رب إنا نرفع إليك أكف الضراعة بالرحمة والمغفرة. أمين. اللهم يا رب اغفرنا وارحمنا. أمين. اللهم يا رب اغفرنا وارحمنا. أمين. ونسألك يا ربنا أن ترزقه الثبات. أمين. اللهم ثبته يا رب العالمين عند سؤال الملكين. أمين. اللهم ثبته عند سؤال الملكين. أمين. اللهم ثبته عند سؤال الملكين. أمين. اللهم يا رب اجعل قبره روضة من رياض الجنة. آمين. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. آمين. اللهم يا ربي افتح له في قبره مد بصره. آمين. افتح له يا ربي نافذة إلى الجنة. آمين. يأتيه منها ريحها وطيبها ونعيمها. آمين. اللهم